عبد الله البرامي وين؟ لو ليمتلس. بن صباح، بن صباح ويننج باتمان. Here we go round 2. ابو احمد عند جمع الطاير. جابر وين. Alright, here we go round number 2 between جابر and جمع الطاير. قولهم جمعة. جمعة الطاير. الشناصي فال. Round number 2. جمعة الطاير versus باتمان. جمعة الطاير. باتمان وين. Alright, round 3. فاول. جابر قدام. راوند 2. يلا ستيج شباب ستيج. قاعدين عندكم عليك. واحمد وين؟ شناصي فاول. We have أبو محمد from قطر عن جمعة الطاير. جمعة وين؟ أبو محمد فاول. Alright, here we have جابر عند عبد الله البريمي. Let's see the beast. جابر فاول. من جابر عند عبد الله البريمي. زين شباب جاهزين؟ جاهزين عندكم عليك. ابو احمد وين؟ فاول فاول البريمي. جابر وين؟ عندكم عليك. عامر. عامر. Okay, we have round 2. Stay, شباب. Stay. جاهزين. جاهزين. عليكم عليك. تلايد. مكلارن وين. Round 3. عليكم عليك. جاهزين. جاهزين. عليكم عليك. مكلارن. بطي وين؟ فيرست اند سكند. جاهزين شباب؟ جاهزين؟ عينكم عليك. المكلارن. Guys, RC drag racing 132 feet, no prep, one thin scale. يلا ستيج شباب حبيب. أبو أحمد
عن جمع الطائر. Both are Dragnado. يا شباب عندكم عليد بسم الله. I think جابر كان قدام. This is Batman himself. Batman in the hole. VS الشناصي 110 دراجنالو 132 feet no prep RC drag racing. بنسوا به. عبد الرحمن فاول. Let's see. شناصي. بنصبح بنصبح. Here we go the McLaren VS هباو. واو والله هذا اوكي يمعى قدام اوكي يلو كار يلو كار. Alright guys, here we have جابر and عبد الرحمن شناصي. بو احمد اكيد. اشوف موتر بو احمد قدام. شناصي اعتقد. شناصي. خلينا نشوف التصوير. شناصي. ايه شعره اقول لك. شعره. دقه. فاول بو احمد الشناصي وين ارمى ليمتلس في اس هباو هايبر. ليتس سي فاول جمعه عامر عامر فاول. عامر والله شكل المكلرن. جمعة جمعة with Zoomer RC second choice hobby radio link sponsored this time limited edition radio link from Zoomer himself. عندنا الثالث في فئة ال 110 جابر بو احمد. الثاني ولأول مرة وبعد وجه جديد ما شاء الله عليه الشناصي الثاني في الوزن المنافس الشرس. طبعا نقاط ابو احمد 105 ونقاط الشناصي 125 الأول في الونتن واللي مو مخلي حد في حاله بنسمع 220 نقطة البركة تستاهل. نتوج الثلاث الاوائل في فئه ال 1817 الوجه الجديد كليا والمبدع والفنان واللي ما اقدر اعبر واقول عنه استاهل بطي بدر. مبروك 75 نقطه الشناصي ب 145 نقطة. أربع الله تبنيس الشناصي خلص خلص. الحين بنعلن عن البطل اللي ما بعده بطل بطل السنسر وبطل السنسر
ووحش السنسر اسميه واللي ما حد يقدر له يا مع الطاير. ب 300 نقطة بالثلاث جولات كلها الأول 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 منافس شرس صعب شرس وصعب كفو ونشكر مرة ثانية شباب راديو لينك ودعمهم لنا.